امبارح احنا بلغنا حضرتك مشكله الحاجه ابو النصر من كفر الشيخ جمعيه السخاوي الشرقيه، وحضرتك وعدت قلت بكره ان شاء الله هيبقى معايا رد وهفحص المشكله دي، علشان الراجل ده كان بيقول انا ما صرفتش غير شيكارتين لكل فدان، وفي الجمعيه بيقولوا لي هي دي الحصه بتاعتك والتعليمات جايه لنا كده. هو بعد ما سيادتك اتصلت بيا بالتليفون، انا طبعا كلمت انا مدير عام التعاون الزراعي بكفر الشيخ ومدير المديريه، وافادوا ان الحاج ابو النصر حمودي ده عنده 4 فدادين و12 ايراد، زارع 4 فدادين منهم ارز، وصرف شكارتين يوريا على كل فدان ارز، وده المقرر السمادي الخاص بمحصول الرز يعني طبقا للقرارات الوزاريه المنظمه لذلك. انما هو فعلا عنده 12 ايراد ذره، صرفوا له شكاره واحده وهو باقي له نص شكاره بالظبط، ده هياخدها الايام اللي جايه دي. نص شكارة واحدة فقط، يعني مش لكل بس فدان حتى. فقط لا لل 12 ايراد بس. لل 12 قيراط، انما الاربع بس فدان اللي انما زارعهم رز الاربع دول. فدان خد حصتهم، لان هو زرع فعلا ارز فخد شكارتين على كل فدان، وده المقرر السمادي بتاعه من حصته من اليوريا. تمام. يعني كده الحمد حضرتك لله. وضحت لنا، لان حتى المعلومات بتاعت تركيب المحصول اللي هو زرعه او زرع ايه بالظبط، حضرتك جبت كل الارقام بدقة، زرع اربع افدنة هو ارز لا، و12 قيراط. والاربع فدادين دول ملكه وملك مراته، يعني مش ملكه هو لوحده، ايوه يعني ملكه وملك السيده زوجته يعني، تمام يا فصرف فندم. هو لا يعني حصته لمحصول الرز على الاربع فدادين، وال 12 ده خد شكاره واحده، وهو ملوش الا نص شكاره بس هياخدها ساعه ما يروح الجمعيه على طول. تمام يا فندم، حضرتك ماشي. كده وضحت المشكله بتاعت الحاج ابو النصر حمودي من كفر الشيخ، ودي متابعه سريعه انا بشكر حضرتك عليها. قبل شكرا. مداخله حضرتك كنت بتكلم على التعدي على الاراضي الزراعيه، وحضرتك كنت في جوله في محافظه المنوفيه، لفت نظرك التعدي على الاراضي الزراعيه، لفت نظر حضرتك اثناء الجوله المجهود اللي بتقوم بيه الادارات المختلفه داخل كل محافظه ومنها محافظه المنوفيه، علشان في فلاح ممكن يقول ان احنا في شهر رمضان المتابعه او الرقابه هتبقى اقل شويه، الموظفين مش هيبقوا بكامل طاقتهم، فايه اللي بيتم في شهر رمضان وايه اللي حضرتك تابعته في محافظه المنوفيه؟ هي المشكلة، أنا هقول لسيادتك على حاجة ودي لازم نكون عارفينها، إن موضوع التعديات على الأرض الزراعية بدأ يقل، يعني لأن يعني الناس تشبعت يعني من المخالفات اللي عملوها. وطبعا الإزالات اللي في المهد دي برضه حدت من التعديات، يعني قرار الإزالة في المهد واللجان الثلاثية اللي بتقوم تفعل هذه المنظومة دي برضه حدت من التعديات. التعديات بقت في الفترة ديت قليلة جدا، ايوه بخلاف ان حجم الازاله زاد على مستوى المحافظات الجمهوريه مش على مستوى محافظه المنوفيه، ولكن محافظه المنوفيه من المحافظات اللي فيها تعديات كبيره، ولسه برضه يعني الازالات بتتم بطريقه بطيئه شويه، ايوه يعني يمكن حتى النسبه بتاعتها ما لا تتجاوز 5% من جمله مساحه التعديات. ده بالنسبه انما في للتعديات القديمه يا فندم. بكله يعني لحد الان من اول 24 من 25/1/2011 حتى الان، يعني تبص تلاقي الجمله 5%، في محافظات عدت ال 14 وال 18 وال 20 وعدت يعني زياده كمان. هو بس يعني الامن بس هو اللي بيبدا يدي تاجيلات، ده اللي بيعمل لهم مشكله، وبعض المحليات يعني ما بتساعدهمش. انما احنا لما كنا بنفعل القرار الحاكم العسكري كنا صراحه بنقوم بازالات زمان، يعني يمكن كنا بنقضي على 90% من التعديات. ايوه طيب، انا كان معايا اول مداخله مع المهندس محمد عبد الله رئيس كفر الشيخ الاداره المركزيه للتعاون الزراعي. للتعاون الزراعي يعني. ايوه، وقال لي المبيدات موجوده في الجمعيات، ولو حد عنده مشكله في المبيدات يكلمنا على رقم الاداره المركزيه للتعاون الزراعي، واحنا هنوفر له المبيد اللي محتاجه، وهنوفر له المهندس كمان اللي يقول له على المعلومه. اثناء جوله حضرتك في المنوفيه كان في مبيدات فعلا في الجمعيات متوفره؟ لا، هو المبيدات بتيجي عن طريق الجامعات المركزيه اللي موجوده، الجامعات المركزيه اللي موجوده في كل محافظه. ففي لو جمعيه احتاجت مثلا مبيد معين لمحصول معين، ده بيطلبوه من الجامعه المركزيه، فالجامعه المركزيه بتوفره للجامعه المحليه. انما موجود في الجامعه المحليه هتلاقي قليل جدا، وهو اللي بيبقى مثلا للقطن الحشائش او الحشائش عريضه او رفيعه، ده اللي بيبقى متواجد وبيتباع عادي في قلب الجمعيات الزراعيه. وفي منافس برضه
لكل اداره وكل مديريه بتبيع المبيدات يعني، وفيها قاعد مختص المهندس ارشاد ومختص في طيب المبيدات. انا دلوقتي عندي فلاح في اي محافظه في المنوفيه مثلا، راح الجمعيه دخل ما فيش مبيد، قال لمدير الجمعيه والله انا عندي مشكله في الارض، عايز حد يجي يشوفها، عايز المبيد بتاعي توفره لي. ممكن الجمعيه توفر مهندس يفحص ويطلب من الجمعيه المركزيه؟ هو احنا انا اقول لسيادتك على حاجه برضه عشان اكون يعني بوضوح معاك، ممكن ما يلاقيش اللي هو المهندس المختص داخل الجمعيه، فهو بيوجهه للاداره الزراعيه لان بيبقى في اخصائي مكافحه موجود، اخصائي محصول معين موجود، هو ده اللي ممكن يساعده اكتر من مهندس اللي متواجد في الجمعيه. يعني لان حضرتك قلت يعني كلمة مهمة، بيودوه يعني هم بيتواصلوا ولا بيسيبوه منه بيتواصلوا. لنفسه؟ لا لا، ما انا هقول لسيادتك بناء على التعليمات اللي احنا بنقولها واللي معالي الوزير قايل لنا عليها، ان جميع تليفونات، وفعلا انا لقيتها في الجامعات امبارح، مدير المديريه تليفونه موجود في لوحه في قلب الجمعيه، ومدير الاداره واسم المرشد المسؤول عن المحاصيل داخل المركز اسمه موجود، ورئيس قسم الارشاد وتليفونه موجود. فسهل جدا على الفلاح النهارده وفي قلب الجمعيه يمسك تليفونه ويتصل باي واحد ويقول له على نوعيه المرض اللي موجوده عنده في النبات، وهو يقول له تشتري المبيد كمان منين، لان احنا قلنا لهم حطوا برضو اسماء المحلات المرخصه داخل الجمعيات في لوحه، بحيث ان الفلاح يبقى عارف ان هو رايح يشتري مبيد من محل مرخص، وطبعا بيدوا له الشروط اللي هي بيشتري بيها المبيد، لازم يكون فيه منطق على الازازه بتاع المبيد وفيها الماده الفعاله والجرعه يعني بتتاخد بتمشي ازاي او بيتعاملوا بيها ازاي، بحيث ان الفلاح يبقى ملم بكل حاجه. وده ان شاء الله يعني الموضوع ده مش عايز اقول لسيادتك يمكن لاول مره نشوفه في الجمعيه. صح، لاول مره فعلا يبقى في يعني صحوه مره اخرى للجمعيات الزراعيه، لان احنا بنتابعها من سنوات. الجمعيات الزراعيه كانت مجرد مباني قديمه جدا ولا تقدم اي خدمات، نقدر نقول ان بدت يعني او ابتدت فعلا يعني يتم تفعيلها ولو بالبدايه. يعني احنا بنقول ان في قانون المتابعه الجيده برضه سامح بيه برضه، وخلي بالك ولجان المتابعه اللي احنا مشكلينها برضه كل ده له تاثير برضه يعني طبعا على العمل تحت يعني. وفي قانون يعني دلوقتي قانون بينظم يعني عمليه الجمعيات التعاونيه. رئيس قطاع الخدمات النهارده في مرور، انا في مرور بكره، هو في مرور بقى، يعني ما بنقعدش في مكاتبنا صراحه. فعلا يعني فعلا الـ 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 الأحداث المؤسفة الإرهابية اللي بتمر بها مصر في هذا التوقيت، يعني رد حضرتك عليها إيه كمسؤول وطني وبتشتغل في هذه الدولة؟ ودي هتدينا دفعة للأمام أكتر، وتعاملنا هيبقى معاها إزاي بحيث إن إحنا يعني بنصر إن إحنا نشتغل في أصعب الظروف، لأن القطاع الزراعي قطاع لا يتوقف، هو قطاع فعلا العمل فيه ليل نهار. أنا مش عايز أقول لك، أنا من أشد الناس حزنا على اللي بيحصل في البلد بأي شكل من الأشكال، مش النهاردة أو سواء أو أي في أي مكان بيحصل فيه أي انفجار أو برج كهرباء أو عطل في سكة الحديد أو على قضبان السكة الحديد، فطبعا كل ديت الناس دي مخربة للبلد وخائنة لهذه البلد، فيجب العالم دي مش لا يتم محاكمتهم يعني حتى صراحة، أو يتعرضوا على النيابة أو دول ينضربوا بالنار في ميدان عام. وأنا عندي استعداد والله، أنا لو مكان أي واحد، انا لو مسكت واحد بضربه بالنار في ميدان عام، لان ده بيخون البلد صراحه، ولا يستحق ان ياكل من تراب هذه البلد او يشرب من نيلها صراحه. ان شاء الله يعني ازمه وبتمر بيها مصر وهتعدي على خير باذن الله، ومصر هتنتصر على الارهابيين يعني احنا يعني رجال مصر قادرين على تخطي كل الصعاب. بشكر حضرتك المهندس محمد صبحي راشد رئيس قطاع الارشاد، كان معاه رد على مشكله الحاج ابو